مساكم سعيد مشاهدينا الكرام، عام سعيد، عام خير، عام فيه الحب، عام فيه النجاحات، عام فيه كل تحقيق الامنيات يا رب. ربي يحقق امانيكم، ربي يسعدكم، ربي يشافيكم، ربي يفرحكم، ربي يخليكم دائما ملمومين. عام سعيد على كل الأمة الإسلامية. حنايا كمسلمين أكيد دائما نحبوش نحتفلوا بهذه الاحتفالات، لكن ديننا يوصينا دائما أن نتفائلوا خير ليوم جديد، فما بالك عام جديد إن شاء الله مليء بالنجاحات، إن شاء الله نهاية الوباء، نهاية الأمراض، نهاية كل شيء حزين إن شاء الله خليناه مع 2021. اليوم أول حلقة من برنامجكم ألو شيف في أول يوم من أيام السنة الجديدة والشهر الجديد. يا رب يوفق كل الناس ويحقق كل الأمنيات. الناس اللي متمنية الدرية الصالحة اللي مضالين يبعثوا لنا يقولوا لنا ادعوا لنا، ربي يوفقكم إن شاء الله ويفرحكم على هذا العام. الناس اللي عندها دراسات ومقبلين على شهادات وامتحانات، ربي ينجحهم إن شاء الله كذلك. وعام سعيد على كل زملائي في قناة الشروق، كل واحد واحد، خاصة فريق برنامج ألو شيف على رأسهم اليوم المخرج يوسف. نقول له عام سعيد وكل عام وانت بخير، ربي يطول في عمر ميمتك. رضوان كشري، عام سعيد كذلك ليك وكل عائلتك الصغيرة والكبيرة يا رب. حسام، حمزة ومعايا في الصوت، الأخت إيمان، هكذا إيمان عام سعيد، كل الفريق، وكذلك بلا ما ننسى زميلاتي في برنامج جلسة ومسالي، نقول لهم كذلك عام سعيد وكل عام وهما بألف خير. أكيد غبت عليكم لمدة ثلاث أيام، غبت عليكم على بالكم بلي كنت مريضة، لكن كاين بزاف ناس راسلوني بخليتي ألو شيف، خليتي قناة شروق. أنا نقول لكم أنا شروقية وسأبقى شروقية، والشروق ما كاينش كيفاش نبدلها. وان شاء الله هذا العام، حنا نقولوا هذا العام عامنا لانه صح عامنا، لانه حنا الاصل والباقي تقليد. هذا العام عام النجاحات ان شاء الله على قناتي، عام الخير على مديرتي اللي نقولها عام سعيد، على كل الزملاء بقناه الشروق العامه والشروق نيوز. ربي يهنيكم ان شاء الله، ربي يفرحكم وينجحكم اكيد في هذا المجال، ويخلينا دائما نقدموا الافضل والاحسن الى المشاهد الكريم اللي يعطي دائما الثقه في هذا مجمع الشروق. خلوني نقول لكم باللي ألو شيف اليوم راهو مع الشيف ناديه. كنتوا كذلك كانت شويه يعني تعليقات ربما على اللي شاف اللي غادرونا، الشيف هشام اللي كذلك نتمنى له عام سعيد ونجاح يا رب، الشيف ام نوف اللي كذلك لظروف شخصيه وما ساعدهاش ربما الوقت وما ساعدهاش الحظ انها تكون معنا في برنامج ألو شيف، كذلك نتمنى لها عام سعيد ليها ولوليداتها يا رب، وربي يوفقها. وان شاء الله يا ربي كما قلت لكم احنا دائما برنامج ألو شيف واسمه ألو شيف، يعني ما هو متوقف لا عند مقدمة برنامج ولا عند شاف، لأنه دائما نحبوا نقدموا الأحسن. فاللي ساعدوا الحظ وبقى معنا نرحبوا به، واللي ما ساعدوش الحظ ربما وغادرنا وحنا في حسرة وفي أسف أنه يغادرنا، لأنه كما ولفتوهم توما حنا نخدموا معاهم، حنا ثاني ولفناهم إن شاء الله يعاودوا يوليوا لما لا. نتمنى لهم كذلك النجاح حتى ويكونوا بعاد علينا. الناس اللي نحبوهم دائما نحبوهم يكونوا بخير وبصحة وعافية كما نحبوكم كامل نتوما. ما نطولش عليكم، شيف نادية دائما حاضرة معنا في البرنامج، راهي حاضرة معكم هذه الأيام. الشيف نادية ويتقدم لكم الافضل، راهي جميلة اليوم نادية. عام سعيد حبيبتي، صافا اكي مليحة؟ قلت لها اليوم ما ديريش طاب ليا نادية، خلي يشوفوا جمالك وخلي قاتل مع اللي تديرها هنايا. ربي يحبك يزين حالي وحالك ان شاء الله يا ربي. عام سعيد الوالدة تاعك، ربي يطول في عمرها ان شاء الله يا رب، ان شاء الله كل عام بخير امين يا رب ان شاء الله. ان شاء الله مساء النور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا ومرحبا بنا معكم في برنامجكم المحبوب المعتاد. عام سعيد ان شاء الله يدخل علينا بالربح، والحاجة اللي نتمناوها في هذا العام هي نهاية الوباء وحياة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله. عفوا. يلا كالعادة أطباق جدد، أطباق كانوا طلبوهم، أطباق اقتصادية دائما حاضرين في هذا البرنامج. اليوم راح يكون عندنا غراتان وتحلية، ما على باليش وشنو ما نخلي لك. تحلية بشوكولا وعندنا غراتان بولي والخضر. حنا دائما الحوسون ندخلوا لهم هذيك الخضرات، تقول لك زروديه الفلفل هذه حنديروا غراتان بطريقه مختلفه. هما ميدومونديو بزاف لي غراتان، كي كنتي غايبه درت لهم شويه لي غراتان بطريقه كاع مختلفه. جبت لي كرومبيت شيفلور لي كيف كامل كلات الكرومبيت بلا ما على بالها بلي تاكل في الكرومبيت. يلا مليحه. لهنايا نروحوا للطبق تاعنا، فيه زوج حبات فلفل، من الافضل اللي يكونوا الوان تاع الفلفل، لكن لهذا الوقت ما كانش الفلفل بلي كولا. عندي زوج حبات جزر غليتهم وسكرفشتهم،
ثلاثة حبات بطاطا مغليين ومسكرفجين، باغي نغلوهم ماشي حتى يتحرحرو نورمال، كيما نقدروا نسكرفجوهم. عندي لهنا فرماج غابي، عندي فرماج بلون باش نديرو في الحشو، ثلاثة سنين ثوم، معدنوس، طماطم مصبرة، فلفل اسود، فلفل عكري، كركم والملح، وعندي صدر دجاج مرحي درناه في الفريجيدير ونسيناه دوك شويه راح نجيبوه اللي يجيبوا لنا ما شاء الله. هادو هما المقادير تاع الطبق بالنسبه للغاتا فوالا واقتصادي في نفس الوقت وعندنا تحليه. تحليه وشنو؟ شوكولا. تحليه الشوكولا هكا، تحليه الشوكولا وشنو؟ هي تحليه سعاده يسموها سعاده. يلا خلينا شوكولا خفيفه والاخرى هيا قلت نبدا بها سعاده. ان شاء الله السعاده دائما ان شاء الله يا ربي مرافقتنا يعني كامل الامه الاسلاميه ان شاء الله يا ربي. نخليك تجيبي ناخذ اتصال. خذي اتصال يلا حمزه. الا كاين اتصال اعطيني اول اتصال لاول يوم، لاول يوم من السنه الجديده، لاول يوم اللي فيه ان شاء الله غير الافراح وغير الاشياء اللي تسعدنا وتسرنا يا رب، ويحفظ بلادنا الحبيبه ويعطينا صحتنا وصحه الجميع. كاين اتصال؟ اتصال في تليفوني ديرك. يلا هادو عيطوا ديريكتومون في التليفون. معليش خلوني نذكركم دائما بالرقم الهاتفي اللي راهو في خدمتكم 023 792 94. ما عليكم الا الاتصال. تخلونا تعليقاتكم، انتقاداتكم، كل شيء حبيتوا تخلونا في التعليقات بالاضافه الى الاتصالات. نستقبل اول اتصال على بركه الله. الو 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 حسام فقط الصوت. الو 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 مساء النور. مساء الخير. مساء النور. عام سعيد. وين نسمع فيك؟ شوفي كي تسمعي من التلفزيون ما كيش تسمعي من التليفون. الو حبيبتي كي تسمعي من التلفزيون. الو وين نسمع فيك اختي سميه؟ انا ثاني اللي نسمع فيك. راكي تسمعي من التلفزيون ولا كتسمعي من التليفون؟ عم سعيد. هذا ولا حقتها عم سعيد تلفزيون. كوكو نقصي تلفزيون وسمعيني من التليفون باش ما تقطع لكش المكالمه. عم سعيد اختي سميه. عم سعيد كل عام وانت بخير. وانت ثاني كل عام وانت بخير. معك فتيحه من فغاني. فتيحة مرحبا بك وكامل الناس مستغالم. الله يسلمك أختي. شكرا حبيبتي. قولي لي من المتتبعين الأوفياء لهذا البرنامج؟ بيان سور. بيان سور كل النساء وكل العائلات يتبعوا أوفياء لهذا البرنامج الحمد لله. منورة الشاشة أختي. حبيبتي منورة بكم وإن شاء الله يجوز عليك عام شباب وإن شاء الله يا رب يحقق لك كل أمنياتك يا رب. الله يسلمك ان شاء الله على اجمعين ان شاء الله يا رب. يلا قولي لي حبيبتي تطلبي منا كاش طبق كاش تعليق انتقاد؟ مرحبا لي شيف ناديه عن سعيد. يلا هاي تسمع فيك. مساء النور. مساء الخير. وش راكي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. عن سعيد كل عام وانتي بخير ان شاء الله. الله يسلمك. يلا كش ما تطلبي؟ لا نقولك لا تكمس نهاركم وفين كنتي؟ ان شاء الله يا ربي لينا وليكم. ان شاء الله حبيبتي مرحبا بك. معليش انقطع الاتصال. سلامنا ليك وكل عائلتك وكل الناس مستغالين وكل فرد من الولايات كامل تاع الجزائر راهي تشاهد فينا واللي ما ماشي يشاهد فينا تحياتنا ليه. يلا جبتي الدجاج؟ هنا عندي كيلو تاع دجاج مرحي هما على حسب افراد العائله نص سرطه لا صدر نص صدر. انا المهم شغل لهنا درت كيلو ما رحيتو قلت لهم دائما ما تشروش الدجاج مرحي. هذه هضرنا عليها وكملنا نشريه في الدار ونرحيه احسن. الدجاج ماشي كيما اللحم يترحى فاصيل مو خير من اللحم. قلنا على جال الريحه قلنا على جال يتغسل صح يتغسل بيان بالخل ويتنقى من كل هذيك لي ميكروب. نجيب لهنا الروبو. يلا سعلا ما حبيتش تروح نادية شتي لازم لك شي حاجه تاع درت شوفي درت دول عرب دول عجايز دول شيوخ درت دول دول ما والو سعلا قويه ما حبيتش تروح. ومن بعد تولي شغل حساسيه يا اخي كي تطول هكا صح. تولي قيسك شويه هوات. عندي لهنا ثلاثه سنين ثوم. خلينا هذا البلاستيك وليت نخافو. لا لا هذاك هو. عندي لهنا زوج حبات فلفل.
عندكم لهنا دو بريفيرونس يكون فلفل اخضر واحمر. فلفل حاولوا تنحوا له الزريعه، هذاك الخط الابيض الثاني نحوه باش ما يطلقش المروره. هانا تعليقات كلها راهي على الصفحه المباشره، الكل يتمنى النعم سعيد، فسمحوا لي ما نقدرش يعني نقرا كل واحد باسمه. انا نقول لكم كامل عام سعيد، وكل عام انتم بخير، وكل عام انتم اوفياء لهذه القناه، وكل عام وهكذا لي كومونتير نشوفهم يطلعوا، ميم حتى التعليقات السلبيه نحبهم انا. لماذا؟ لانه في بعض الاحيان تعليقات سلبيه شغل تنبهك الاشياء، صح، ولما تكون يعني ماهيش في محلها راح تعطينا القوه. ففي كلتا الحالتين هي مهمه جدا، لكن انا نقول كامل هاد الناس اللي راهم هنا على البث المباشر عام سعيد. وللاسف يعني ما نقدروش ولا قدر يوسف نطلبوا منه، المخرج تاعنا هو قلبه كبير وكريم، يعني الا قدرت تطلع لنا شويه التعليقات هكذا تاع الناس باش يشوفوا التهاني تاعهم على الشاشه، فنكونوا ممتنين لك يا يوسف. يعطيه الصحه. يلا قلنا الكراتان تاعنا، يلا الكراتان تاعنا درنا الثوم ودرنا نحبوا دائما ندخلوا فيه الخضر بالنسبه للناس اللي ما تاكلش الخضر. واش درتي؟ الثوم ثلاث حبات، ثلاث سنينات تاع ثوم، ثلاث سنينات تاع ثوم وزوج حبات فلفل حلو. لهنا فلفل دو بريفيرونس يكون احمر واخضر، انا ما لقيتش لانه هذا الوقت ما لقاوش فريمون لا كولور في الغوج. مش انا لابسين كيف كيف شغل الوان متناسقه؟ حسيت كي تخلي هذا ننتبه. هذا داروا لي درس عليه هذا الروبو، فهموني كيفاش نشعلو، كيفاش نضوا على ربي يحفظه. قال لي روحي هاو كيفاش تشعلها وكيفاش تغلقها. ها تخلي ما تشوفيش هنا. هلا نحي لهنا دون فاسون ماشي يولي لي شغل ليكيد ولا باش يدير حالي قطع صغيره كما نقعد نقطع فيه بالموس. ما عندناش الصوت ولا الصوره يا سميه يا شماس يا مليكه، ولا ما عندكم الصوت الصوره. كل تعليقات ماش يقولوا لي باللي ما كاينش، قولوا لي في التعليقات اذا عندكم صوت ولا لا لا، باسكو في بعض الاحيان يكون كاين مشكل. مشكل تاع الصوت. لهنا هذاك الدجاج واش ندير له؟ فلفل الكحل ضروري في هذا الطبق الدجاج، احنا نحبوا لي غراتان. هو غراتان بالدجاج صح وغير مكلف. انا لان درت كميه مليحه ما على جال الطبق، لانه عندي طبق كبير باش تزيين اي تعجبك. ويدك كبيره شتيني نشري 100 غرام نشري 200 صح. هما في الدار كل واحد يشوف الميزانيه تاعو اللي تساعده. كركم ملح فلفل الكحل كركم وعكري والملح. يلا الدجاج صدر الدجاج او صدرين من الدجاج نكونوا رحيناهم، ندير لهم التوابل ملح فلفل الكحل عكري وكركم. يلا لهنا الفلفل يطلق لي الماء نحاول. يلا هذا معدنوس. معدنوس درتو. يلا لي تنكيه او اعطاء بنا دائما لي الدجاج يكون مرافق بالتوابل المعدنوس لا كولور و باش يزيد هذيك لا كولور والبنه والمعدنوس يجي بنين في الخبزه. هنا يا الناس ربما اللي لحقت بينا هداوين، كنا درنا ثلاث سنين تاع ثوم وفلفل ترشي او فلفل الاخضر، رحيناهم كامل مع بعضهم، قلنا ضروري انهم يترحوا هكذا باش ما يفيقوش ربما للخضر، ولا ما تشوفوش هذوك القطع تاع الخضر يديرونجونا في الكغاتان. اكيد دايره باغا تشوف نسيت حسابها وكنت داخله قلت لهم قلت لهم نجمه الارض تاعي وحمزه قاعد يتمسخ فيها يقول لي اش من نجمه خصوصا الناس ما شريتها باش نديرها. خلاص نشري لك واحده شحال عجبتني شغل شتاك صح جميله وجاتك شابه في الشعر. ونهضر غير الماكله نجمه الارض هي نجمه البحر هذه ماشي نجمه الارض. نجمه الارض تاع الطياب. عفوا هلا لهنا دونك درنا هذاك الصدر تاع الدجاج مع دنوس ملح فلفل الكحل فلفل عكري والكركم مع زوج حبات فلفل دو بريفيرونس فلفل يكون بلي كولور
ورحيناهم مع 3 سنينات تاع الثوم. هذاك الفلفل دوزناه في الروبو ماشي حتى يطرح يولي ليكيد، لازم نحسوا بالقطع هذوك شويه تاع الفلفل وهكاك وعصرناه يعني من الماء تاعو اللي يطلقوا باش هذاك الماء ما يطلقليش من بعد في الدجاج يتحلي الدجاج تاعي. فوالا نخلط مليح هذا الحشو. فوالا يلا قلنا انه الكغاتان تاع اليوم هو كغاتان بالدجاج والخضار، وكاين تحليه الشوكولا او تحليه السعاده اللي حاضره معنا. يلا نستقبل اتصال اخر. الو 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 مساء النور. الو مساء النور. شكرا حبيبتي عم سعيد، كل عام وانتي بخير. الله يسلمك سعيد اختي، واش راكي لاباس؟ والله الحمد لله، وانتي واش راكي؟ شوفي اليوم انسيستيت على جال وليدي، هبني موت عليك، عنده 5 سنين يموت عليك. ولا يحبوني غير الصغار، كاش هبني هبني، هذاك انسيستيت تعيش لك. حبيبتي ربي يحفظه ان شاء الله. بومبا. حسه مميز بالضحك، حسه تعرفني انا عارفه مني. غير انا مريضه ما نقدرش، درت اوبيراسيون قطعوا لي رجلي مريضه. يا عمري حبيبتي يا عمري. والله العظيم بصح نتبع فيكم، شوفي ما نعطي حتى حصه. يا عمري شوفي ان شاء الله يكون هو السند تاعك وهو رجلك وهو اللي يرفدك. وعندي نورهان عندها قريب عامين، لو 13 دير عامين، ثاني كنقولها شكون هذه؟ تقول لي توميه. يا عمري شوفي بوسه من عندي كبيره ليهم. وربي ينجحهم لك. نضل نتبع فيكم، شوفي نضل نتبع فيكم، صح ما نقدرش نطيب، صح نضل نتبع فيكم. حبيبتي شكون اللي يطيب لك؟ والله غير شوفي يا اختي، غير ساعة راجلي ما نكذبش ما خلانيش. نعم. كي ندير حاجة خفيفة هكذا، صح نتبعكم يوميا. حبيبتي ربي يكون معاك إن شاء الله وربي يقدرك. نتبعك جلسة ونسى. نتبعك هنايا حبيبتي. كل بارح شافتك بنتي في جلسه ونسى، كانت حترقد غير شافتك قالت لي توميه. يا عمري ربي نسيت اليوم قلت له او ميت بالفرحه على بالك. اسمه اسمه اعطيني اسمه. او يقول يعطيني نهضر معاها. اعطيني نهضر معاها. اعطيني. الو الو اسمه زكريا. زكريا واش راك؟ لاباس. راك مليح حبيبي؟ تحبني بزاف؟ ها؟ تحبني بزاف؟ زكريا حشمت؟ كي كنت مريضه كل يوم يقول لي ماما وقتاش تجي توميه؟ وقتاش تجي توميه؟ يا عمري يا عمري. كي شاف اكرام انا نحبها اكرام، قولوا اكيد تحياتي ليها زميلتي. كل يوم نحب توميه. ربي يخليه، شكرا ربي ان شاء الله ينجحوا لك ويفرحك بهم ان شاء الله. ربي يخلي لك يماك وناديه ثانيك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. والله يا اختي غير نضل نتبع فيكم مالغري ما نقدرش ندير، صح معليش ان شاء الله كي ندير بروتيست نولي نتبع ندير لي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كل يوم ديريه ان شاء الله. ان شاء الله اختي. وشوفي حبيت نبعث ميساج لايمان جنادي ثاني كنحبها نموت عليها. تحياتنا ليها لكل الزملاء اكيد. جنادي خوها ان شاء الله، خوها ثاني ثاني كملها ان شاء الله. وثاني طاقم الشروق كاع نحبها نضم تبع. شوفي احنا كاع الخدامين تاع الشروق كاع كل واحد هكا عنده حلاوته وعنده ميزته وعنده ربي يحفظهم ان شاء الله. مع مجالة الكامل والله غير ما شاء الله. اكيد ربي يحفظهم ان شاء الله. ان شاء الله اختي ان شاء الله توميه. شكرا لك حبيبتي وربي يشافيك. يوم وليدي ما يرقد توميه والله ما يرقد. يا عمري شوفي لا هو قريب نجي نبوسو راكي هنا في الجزائر العاصمه. والله نهار درتي تاعي بالطفوله غير قال لي ماما وانا ما جيتينيش عند توميه. قولي لي انت متواجده في الجزائر العاصمه ولا وين؟ لا لا انا هنا من كاليتوس. اه قريبه في الكاليتوس. ايه راني هنا انا كنت في الحراش دوك انا في كاليتوس. معليش والله غريب اللي يقول لي قلت له هات النسيو بالك اليوم نحكموها 2022 الحمد لله. ربي يخليك شوفي خلي لي رقمك عند حمزه. خلاص معليش خلي لي رقمك انت طلبيك ونجي نزورك انا وناديه ونجيبوا لك هكا طبق. وعد ناديه الله يغربك بليز. وعد نجيبوا لك نجي نطلعوا عليك ونجيبوا لك عفسه من برنامج الو شيف هكا نطيبوها نجيبوها ان شاء الله. نبعث لك شحال من مره نبعث لك في انستغرام نبعث لك ما كاش شحال من مره ولا غير نبعث لك. شتي والله غير عندي بزاف رسائل من داك نعجز على الانستغرام انا ما رانيش اكتيف بزاف. معليش خلي لي رقمك ونجي نزورك حبيبتي.
ان شاء الله اختي سمية، ما انا ولا غير فرحت كي هضرت معاكم، ان شاء الله يدخل عليكم الصحه والهنا هذا العام ان شاء الله يا رب. ان شاء الله شكرا لك حبيبتي، شكرا. بقاي مع حمزه مازال نزيد نداوي، راح نزيد ندخل اوسبيتاليز على رجلي جزيان ان شاء الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله ما يكون غير الخير، ان شاء الله هذا العام ان شاء الله توقفي على رجليك بالبروتيز ان شاء الله، وتولي طيبي وتشوفي الو شاف ونجو نزورك وتكوني بصحه ان شاء الله. ان شاء الله سميه، ان شاء الله ربي يحفظ لكم ميماتكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب لينا والجميع. شكرا لك شكرا. يلا قعدي مع حمزه على الخط وخلي لي الرقم. صحيح صحيح. شكرا. يلا ناديه سمحي لي خديت لك كامل وقتك، لكن كيكونوا اتصالات سيرتو انا تاثرت كي قالت لي بنتها في عمرها عامين، عرفت بلي وحده صغيره وشغل المشكل ولادها صغار وفقدت، لكن هذه الحياه وخلاص اكيد ربي يعطينا صحيحتنا صحة هذه واحده كي تزور الانسان صح صح ربي يخلي لنا الصحه وخلاص ان شاء الله يا رب. يلا نعاود نرجع لي راحت تحتو ان شاء الله ربي يسخرنا نعاونوا الناس هكا ان شاء الله. وعدنا ديال نروحوا لها هذيك بليزير ولا غير نروحوا مش بعيده هنا برك. يلا نعاودوا نولوا لكم، سمحونا ربما خدينا وقتنا في الاتصال. الكراتان تاع الخضار بالدجاج حاضر نهار اليوم، ربما الناس اللي لحقت هداوين كنا درنا صدر او صدرين تاع الدجاج رحيناهم كما تقولنا اللي نفضل انه الدجاج يترحى في الدار باش نقيوه دائما، على بالنا بلي الدجاج ياخذ بزاف الميكروبات، نشلوه بالخل والماء دائما كالعاده على بالي بلي نرحيوه في ربو واحد اخر، نديرو الثوم ونديروا ثلاث سنينات تاعتهم ونديروا الفلفل الطرشي ولا فلفل خضر، نسيو الى القناع الالوان لعبوا على الالوان نرحيوهم، ما نرحيوهش حتى يولي ليكيد، نخلوه شويه هكذا قطع صغيره نعصروه من هذاك الماء تاعو نضيفوه للدجاج اللي كنا درنا له توابل فل ملح ملح فلفل الكحل كركم وعكري، ضفناهم كامل هذا التوابل الى الدجاج وشويه مع الدنوس، خلطنا كامل هذاك الخليط مع بعضه، وهنا راهي الخضر راح نعاودها لكم بعد هذا الاتصال. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، يقولوا لي منال من بير خادم هكذا؟ نعم. مرحبا بك منال وكامل ناس بير خادم. الله يسلمك تعيشي. واش راكي منال؟ والله غير لاباس. عام سعيد حبيبتي. بخوميام يعطيكم الصحة على الحصة. العفو. منال. للاسف انقطعت مكالمه تاع اختنا منال، تحياتنا لها وعام سعيد يا منال. يلا ناديه نعاود نرجع للخضر، كنا مع الاتصال يعني ما ديتش لي ديتاي لهنايا. الدجاج مرحي درنا له ملح فلفل كحل وكركم والعكري باش يتلون يتبدل اللون تاعو، درنا زوج حبات فلفل دو بريفيرونس يكونوا باللون الاحمر واخضر، ثلاثه سنينه تاعته مرحيناهم وعجنت مليح هذا الخليط وزدت له معدنوس، معدنوس باش يزيد لي هذيك الخضوريه، ما ندير له لا بيض لا حتى حاجه، نعجنو برك مليح نخليه ندوزو للحشو. لهنا درنا الدجاج دونك الحشو يكون خضر، لهنا واش فيه الحشو؟ فيه بطاطا مغليه ثلاثه حبات، زوج حبات جزر مغليين لكن ماشي طيبو حتى يتحرحرو، شوفي انا كرفشتهم باش الداخل ما يجونيش بيوري، يجوني شغل شويه خفاف الداخل، درت لهم ملح فلفل الكحل، الملح طيبتهم به لكن دوكا كي دقت حسيتها مسوسه، نزلت لهنا شويه ملح ودرت فخوماج، درت قطعه تاع فرماج ابيض، فرماج هنا يقدروا يستغناو عليه ونين نواسي في الخليط نخلط فيه غير بالعقل باش يدخل هذاك الفخوماج برك وهذاك المعدنوس. واش عندك من نوع فرماج في الدار تقدروا ديروا؟ فوالا لهنا يقدروا معنا حتى نوع يقول لك لهنا حقيقة هو ما فيهش فرماج، بصح أنا قلت يا غراتا لي غراتا كامل نعرفهم أنهم يحبوا لي فرماج يكونوا حاضرين. يلا عندي اتصال آخر من ديار نستقبلوه مع بعض. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء النور سمية مليحة. مساء الأنوار حبيبتي عم سعيد، نقصي لي فقط جهاز التلفاز هكذا باش ما نسمعش. عم سعيد كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب لينا وليكم إن شاء الله عم سعيد. إن شاء الله. مرحبا بك أم ريتاج. الله يسلمك، حبيت نشكركم راكم كثيرين وموفيين بارك الله فيكم. لا شكر على واجب. ونقول شيخ نادية راكي كل ورقة إن شاء الله. إن شاء الله يا شكرا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله نزيد يستمر الغية صحية دينا. إن شاء الله يا رب حبيبتي إن شاء الله. إن شاء الله و إيه و وشنو؟
ونشكركم بزاف ونشكر كل الطاقم تاعكم. ربي يحفظك حبيبتي، شكرا. الله يسلمك وتعطيك أحسن بزاف هذيك المتصله اللي كانت من كاريتوس. إما زينة إذا يبطني تعافي بزاف، إن شاء الله ربي يجيب لها الشفاء. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي يشافيها إن شاء الله يا ربي ويخليها لوليداتها. الله يسلمك، كل عام وأنتم بخير. شكرا لك حبيبتي. مقدم تحياتي لفاميل الزيت والمزية. تحياتنا ليهم. نشكركم كامل وبارك الله فيكم وما نطولش عليكم. أيقاو على خير. وفيكي بارك، شكرا لك وتحياتنا لكل عائلتك ولوليداتك هذو اللي نسمع فيهم. ان شاء الله ريتاج هذه ربي يحفظها لك ان شاء الله. الله يسلمك يا صحة. ان شاء الله، شكرا، مع السلامه. كنت نقرا في التعليقات متريشه شويه، لقيتهم كامل يدعيوا لهذيك المراه المتصله نقولها الحمد لله راكي تاعك راكي في بيدا ان شاء الله كما قالت دير لابروتيز والعمليه ان شاء الله. ان شاء الله ما تروح رجلها الاخرى ان شاء الله يا ربي يحفظها صحتها. يا نروحوا لهنا الكراتان تاعنا. هنا عندي ان بول، تاخذوها كبول صغير ديروا له قطعه تاع سيلوفان هاي باش ما يلصقليش برك الدجاج. هذا حنخدم به شغل مول. واش ندير؟ نحكم هكا الدجاج ونبدا ندير كامل هكا في الجوانب، ندير جوغين بول ونغلق عليها بسيلوفان، نغلق عليها بالحشو ومن بعد عاود نغلق بالدجاج نشكل بهذا البول الشكل اللي انا حباته. انا حابه ندير هكا الشكل دونك استعملت البول باش يعاونني. تحب اللمسات ناديه في الاطباق تاعها، نبدلو شويه انا نديرو جو كيما يقولوا. نحاول نحل الدجاج على قد ما نقدر ونخلي هكا شويه الزيت شويه عامل البول باش نعاود نغلق به. هذايا مغطي. شوفوا لهنا ديت ان بول ودرت له سيلوفان، هاد سيلوفان حيعاوني باش نشكل لي دون تاعي تاع الدجاج. فوالا نجيب الحشو ونبدا نعمر في هذاك. يلا درنا في الاطراف وكما شفتوا استعانت بال سيلوفان باش ما يستقلبش قدر يتقل به فاسين. يلا ديري فيه الخضار. فوالا ندير هكا ان بول مليحه تاع الحشو، نحب نزيد له هكا فرماج غابي من الفوق ولا نزيد له باش نغلق عليه. نزيد شويه حشو سميه. لا نسيو هنا شغل فيه، راه نحبوا داك الفرماج، نفضل الفرماج. فوالا هنا نغلق بهذاك الدجاج منا. فوالا بعد نجيب قطعه تاع الدجاج هكا ونغلق على هذا شغل. نديرو دي بول بال لو بول حيعاوننا باش نديرو ان بول فوالا كبيره هاي لك. بعد ما نقلبها نحاول نغلق عليها هكا، نقلبها حيجوني هكا دو بريفيرونس يكون البول شويه مدور. هذا تاعنا شويه مربع، معليش راني حنعاونها بيدي هايك شويه تشد روحها. نحي لها هذاك السيلوفان ومن بعد نكمل نخدمها وندير لهم المارق. تخيب يلا حين نشكلوا كل هاد الكريات من بعد نحطوهم هنا في البلا هكذا. اه فوالا تخيب. يلا نخرج اول فاصل الشهاري مشاهدينا، بعدها نعاود نولي لكم ونعاود لكم الاطباق او الطبق ولا الكراتان تاع النهار اليوم. عاودنا ولينا لكم مشاهدينا بعد هذا الفصل او اول فصل، نعاودوا نهنوا كل اللي راهو يشاهد فينا دوكا، نقولوا له عام سعيد وكل عام نتوما بخير وكل عام والجزائريين وما كانوا ونمحلوا بخير يا رب، ربي يحفظنا بلادنا الحبيبه. مع شفنا ديال كما قلنا لكم اليوم كاين غراتان الدجاج بالخضر، شفتوا طريقه التحضير تاعو يعني ماشي صعيبه بزاف. كاين في التعليقات راهم يقولوا لي سميه عابدينا الوصفة رايحين نعاودوا الوصفة واش فيها. قلنا دائما نحبوا انه نديروا لي غراتان بالخضار بطريقة انهم ما يحسوش بها. نعاود انا ولا تعاودي انت كما تحبي؟ حابه تريفيزي ولا لا؟ لا لا نحفظ الدرس انا تحبي. خلاص نعاودها لهم معليش. لهنا عندنا الصدر تاع الدجاج ارطل نص رطل صديق، شحال راكم حابين ديروا؟ كي تكون نص رطل دير لكم شحال من بول اللي ماشي عائلة كبيرة. من صدر تاع الدجاج دائما اشروه نتوما ورحوه في الدار لانه عندكم الدروات غسلوه. ومن بعد واش ندير؟ نرحي هذاك الدجاج
ونحكم في روبو ندير 3 سنينات تاع الثوم وزوج حبات فلفل، فلفل دو بريفيرونس يكون بالالوان. نرحي هذاك الثوم مع هذوك الحبات تاع الفلفل، نرحي الفلفل باش يقعدوا لي هكا شويه يبان، ماشي نرحيه اون بودر. ونزيد هذاك الفلفل والثوم نخلطهم مع الدجاج، ندير الملح، فلفل كحل، كركم، فلفل عكري والمعدنوس، نعجن مليح هذاك الخليط. كملوا اتصال بناطيلو الحاج. يلا نستقبل الاتصال، بعدها راح تعاود لكم ناديه الحجو. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا عمري يا عمري، السنه طيبه، السنه خرجت عليا. احبيبتي مسراكي حبيبه سميه، كي راكي دايره؟ والله غير غايه الحمد لله. وانت كي راكي يا حبيبه؟ راني ما راه قاعد ليا والو. احبيبتي وانت تسمع فيها ولا سميه؟ عمري اسمي يا حبيبتي. عندي وليدي شوفي على بالك، قال لك بلي كي عيطك اي واحد ما تخليهش يقول لك نحبك. احي شكون هذا؟ ليا احبيبتي. وليدي مسكين صغير، حيفهم يا مريض. ها الحاجه تحسي تطلقيني ولا لا؟ وليدي صغير شحال في عمره؟ وليدي هو مسكين، عنده 16 سنه بصح هو امتكاسي مسكين. يا عمري ربي يحفظه. قولوا قالت لك نحبك غير انت، الاخرين كاع ما كاش. انت اللي دخلهم هو. انت ولطفي، انت ولطفي. والاخت ايمان يقول لي سيدي حتى واحد ما يحب، ما يحبنا حتى واحد. ها يا خلاص ايمان جلنا راكي معايا في الصف هكذا، اما نكونوا كيف كيف. ربي يحفظك. يلا يوسف يقول يقولي لها تحبك مكه وتحبك الجنه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شوفي يحبكم ويموت لكم بزاف. وشوفكم كيما عندك راه فاكرينك الاخت اللي كانت تهضر دروك على رجلها، فكرت وليدي مسكين. يا عمري ربي يحفظه ويقدرك ان شاء الله في تربيته، ويقدرك باش توقفي معاه لانه ماشي سهله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. والله العظيم غير هذا كان يشوفكم كيما هكا، اي حاجه تبغوا كي ديروها نبغي نطيبها بصح الله غالب. غير انا وليدي كيما هكا وراكم ما عندناش. حبيبتي حبيبتي ربي يرزقك ان شاء الله. ربي يرزقك كل خير. علاش كون هي سميه حتى وكيش مأمنه؟ نورمال هاني نهضر معاك حبيبتي وتحبي نجي يكون نتلاقى ونتعايطوا. علاه حنا ناس، شوفي حنا ناس عشنا فقراء وتربينا فقراء وشفنا الحتج وشفنا الغنى الغينا وشفنا يعني كل هادو، صافيك حاجه ما تخلعنا. حنا ناس عاديين. انا يهمني برك وليدي برك يكون لاباس عليها خاطر راهي شافك راه مسكين راه يخزر. يا عمري واسمه واسمه؟ اسمه عبد الحفيظ. عبد الحفيظ حبيبي انا نحبك غير انت. نحبك غير انت، سمعتها هي تهنى. خلاص الاخرين كاع لي كلا خلاص. خليني نغرسك نهضر معاك دائما. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله، خليها عند حمزه نتصل بك. ان شاء الله خليني نعطي لها التليفون. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله، ربي يشافيه ان شاء الله. ربي يحفظكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. ويحفظك انت ثاني ويطول لك في صحتك باش تهلا في عبد الحفيظ ان شاء الله ويقدرك. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. شكرا، مع السلامه. شكرا لك. مع السلامه حبيبتي. شكرا. ما شاء الله. شتي الله يبارك، اليوم اتصالات رائعة. ما شاء الله. ودائما اتصالات على الشيف حقيقة رائعة جدا. تحية لزميلتي إكرام كفيف اللي نقولها عام سعيد. شوفي إكرام هي صغيرة عليا، ما تعيط لي لا في العياد لا في المناسبة، خليني نبهدلها على المباشر. إكرام ما قلتيش من عيد سعيد ما عيطتيليش. سامع ليش أنا نقول لك عيد سعيد وشكرا أنك حليتي مكاني ووفقتي في هذا في تقديم البرنامج. و يعني كما قلت لهم ناديه، قلت لهم واسمو برنامج الو شاف، ما متوقف لا عند مقدمه لا عند شاف. نعم شاف يروح ويجي، احنا نروح ونجو. كل مده عندها الشخص اللي يقضيها، كل واحد وظروفه. فوالا وتستمر الحياه، نروح انا يجي غيري، غيري يجي موراه غيره. صح هذه صح هي صح. المفيد والمحتوى كما يقولوا قدموا الافضل. حنا نلحقوا هو في الوصفات، يعني هذا هو هدف البرنامج. لو لاحظتم شحال جاز من مقدم، شحال جاز من شاف في هذا البرنامج، شحال جاز من ربما مصورين من مخرجين على هذا البرنامج، لكن ابقى الاصل فيه انه تقديم الوصفات وتلبيه طلبات كل المشاهدين. يلا ناديه واش نعاودوا لهم واش نوريو لهم؟ نعاودوا لهم الحشو. يلا كنت تشوفوا في الغراضه كيفاش راهي دير فيه ناديه شغل ديبول، طريقه جديده لمسه جديده، حبيت الفكره. شحال بنين سميه كي طيب هذيك البطاطا شغل تزيد طيب كي تقسميه شغل تفرك فيها. ما تقولي لي اليوم انا راني مبطله كاع الفطور، لكن راح خليك من الريجيم ما كفاناش الحرمه اللي انا فيه، تزيدوا تحرموا من الاكل.
يلا هي طريقة سهلة كما قلنا، الدجاج رحيناه بالخضار وكانوا فيه التوابل ملح فلفل كحل كركم وعكري، درنا فيه الخضار اللي هما الطرشي مع الثوم كنا رحيناهم عصرناهم عاودنا رجعناهم للدجاج هذاك اللي نكهنا كذلك بالمعدنوس. مو هنايا الحشو اللي راه دير فيه الداخل ربما الناس اللي هذا ولحقت هي مجموعه من الخضار اللي هي الزروديه والبطاطا كنا غليناهم ما نغلوهمش حتى يتحرحروا نخلوهم باش نرابيوهم ولا نقطعوهم هكذا صغار باش ما تكونش رايحه لابيو يعني هذيك الخليط. نكهناهم كذلك بالمعدنوس وزيتي شدرنا لهم درنا التوابل فيهم لا سي درت ملح وفلفل كحل ملح وفلفل كحل فقط انا يعني صح توابل في الدجاج اكيد وراهي دير في هذه الطريقه اللي راكم تشاهدوا فيها باش تحصل على كوريات. الناس اللي ربما ما تقدرش دير هذه الطريقه ولا يعني كيما نقولوا خاطرها ضيق في الكوزينه كيما حالتي انا الحمد لله ندخل ما عنديش قال في الكوزينه مليح تاع كوكو تاع برك وغلق كي صح لا لا نقدروا يعني مام في يدينا لا حد في رمضان شغل هاد لي بلا تحبي الشباح مام في يدينا نقدروا نديروا هكا كوريات يكونوا صغار نديروا الدجاج ونحشوه بهاد الحشو تاع الخضر نكملوا لهنا الحبات ديالنا نغلق بهم في نفس الطريقه. ضحكتني هذيك المراه قالت لك ما تحبي حتى واحد ضحكت وليدها قالها ما تحبها خلاص يا اخي شتي دراري صغاري غيره صح صح تحيتنا ليهم كامل. الغدوه ان شاء الله دخول المدرسه ان شاء الله بعد العطله نتمنى لهم كذلك النجاح يا رب ويعني الحمد لله هاد الايامات جاو شابين جاو مشمسين جاو خرجوا فيهم يعني كنا نقولوا دائما كي تلحق انا كي تلحق العطله نفرح نقول مزيه هكذا ما نتلاقاش بسيركيلاسيون لكن هاد الخطره تلاقينا بها صيف وشتا وربيع وخريف كانت مغلوقه لانه كانت ايام جميله قضاوها وان شاء الله كما قلنا لكم ربي يوفقكم في هذا العام خاصة الناس اللي مقبلين على اجتياز الشهادات او الامتحانات بيام الباك سيزيام يعني كل الشهادات ربي ينجحكم ان شاء الله. يلا عندي اتصال من ولايه المديه. الو 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 مساء الخير مساء النور شكل الاختكم يا لاباس؟ والله من الحمد لله حبيبتي في نعمه وانتيا؟ والله لاباس الحمد لله توحشناك هذه غيبه حبيبتي كنت مريضه وعاودت وليت لكم وما نقدرش نبعد عليكم. الله يسلمك تعيشي ربي يحفظك. يلا ما قاليش الاخت شكون من المديه معليش تعرف معك مروه من المديه. مروه مرحبا بك مروه وكل الناس مديه يعني اليوم راكم بقوه الله يبارك يبارك فيك توحشناك انا على جالك نعيطه حبيبتي حبيبتي انا مديه الحبه لاني قريت فيها ومعظم صديقاتي من المديه وعشت فيها يعني مده 5 سنين وانا تما يعني كنت نقرا فنحبهم ناس كرامة ناس هايلين ناس طيبين ناس محافظين فيهم كل الكرم والجود كما كل الجزائريين. مرحبا بك في اي وقت عندنا. ربي يحفظك حبيبتي تعيشي. يلا قولي لي نخليك مع ناديه كش ما تطلبي. والله نسلموا على اخت ناديه مساء الخير اخت ناديه. مساء النور شراكي لاباس؟ ولا غلبات الحمد لله كيف الحمد لله سؤال عليكم وانتم بخير؟ لا غلبات الحمد لله حبيت نشكرك على الوصفات اللي تمديهم. لا شكرا على واجب حبيبتي. والله راكي مكفيين وراكي مكفيه وموفيه. يعيشك شكرا. انا نحب كي تقولوا لي نحبوا ديك الحاجه ما تقولوليش كي مكفيه وموفيه. باش يزيدوا يعطيك الاصابع. والله الوصفات تاعك يعني اللي نديروهم ناجحين ما شاء الله. يعيشك شكرا. تعيشي الحمد لله. ما تطلبي حتى حاجه منها كاين بزاف تعليقات قالوا لي ما قرات لكوش دوموندينا بزاف ناديه وما درتوهناش ان شاء الله راح يكون حاضر في الايام الجايه. وانت يا سيده ما تطلبي والو مروه؟ الاخت دوكا كنا نتفرجوا شوفي كي توصل لوحده ونص تلقايني انا جوزتي طفالاتي كامل دوكا راهم من يجوا ينزلوا ليا قولي هاك قولي هاك. يلا تشوفي تحياتنا كامل ليهم وقولي لي واش حبوا؟ والله حبت عجبتي قالت لي قولي لهم ديروا لي المقروط تاع المقله. المقروط تاع المقله ان شاء الله. نعم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله راح يكون حاضر زيد وطفلتك واش حبت؟ نعم وطفلتك واش حبت واش يقولوا لوستك ولا واش يقولوا؟ طفلتي صغيره تموت عليك تعرف كلمه تموت عليك وتسمع مع احلام. ربي يحفظها احلام تحياتي ليك حبيبتي. يسلمك تعيشي زيدي هذا واش يطلبوا؟
نعم هذا واش يطلبوا كامل؟ هذا هو المكان حنا ونتمنى لك عام سعيد وفيت ما قلت لكش عام سعيد ليك وكامل طاقم الشروق. اكيد سمحي لي انا اللي ما قلت لكش عام سعيد ليك وكل عائلتك يا رب، وان شاء الله يكون هذا العام خير من الاعوام اللي فاتوا. ان شاء الله حنونة يا ملا كامل ان شاء الله تكون كامل بخير وبسلامة. ان شاء الله مع السلامة حبيبتي وسلمينا كامل على العائلة اللي راهي معك. يسلمك شكرا مع السلامة. يلا نعاودو نرجعو للاطباق طبعا. وخليني فقط نقول انه نفرح لما تتصل بيا هكذا سيده تقول لي مع جوزتي و... الله يبارك شغل تحسي بلي العائله ملمومه. نقول مازال الحمد لله يعني كاين عائلات مازالها ملمومه وتحب بعضها، وهذا واش دائما حنا نسعوا انه نذكروا، لانه حنا ربما ماناش هنا باش نمدوا النصيحه لكن نذكروا، لانه على بالنا الكل يعلم بصح الذكرى تنفع المؤمنين. فوالا نروحوا للغراتان. درت له لهنا ان صوص اللي نمرقها به. واش درت لهنايا؟ درت زوج ملاعق طماطم مصبره في هذا المول هذايا، درت زوج ملاعق، اللي دار كونتيتي قليله يدير ملعقه واحده. درت فلفل كحل، الملح وشويه عكري، وحليت بالماء. الماء نحل على حسب نو، حليت ما عادي معليش الا سخون، مليح كيكون سخون احسن تمتم يطيب. وحليت هذيك طماطم مصبره حليتها مليح هكا بالملعقه. ما تجيش حامضه ولا نورمال عادي؟ اه ما تجيش حامضه، علاش قلت لهم ما تكثروش؟ انا في هذا درت زوج ملاعق ماشي معمرين فغيمون، اللي طبق صغير يدير غير ملعقة. فوالا واللي عندهم هذيك لاصوص حاضره اللي نشروها من الاحسن كاين هذيك لاصوص تدارخ هذه. فوالا نسقيو كامل هاد ليبول تاعنا. يقولوا سميا يتفهم صح، نحب نفقتي هاد الاسئله لربما اللي تجي في ذهنكم. اي باسكو باغفوا الناس عندها شغل هذيك الطماطم تقول واش ندير بها. تجي منكهه لانها. تالمون جامي شريتها على بالي شي جوج. صح تجي منكهه بزاف ناديه بنينه. تعجبني قليت هذيك اللي واجده تاع البيتزا. اه هذيك اللي نهضر عليها. اه داكور بس كاين هكايا شغل تتباع. لا 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 نهضر على الوجبه اللي فيها زعتر. هذيك اللي تجي بنينه. لكن ماشي لهذا الطابق. مليحه لا بيتزا ولا. نسقي هكا الطبق تاعي ونديرو يطيب واحد 20 دقيقه. الحشو لداخل راهو طايب، سما غير باش يطيب لنا الدجاج، والدجاج ما فيهش الريحه تمتم يطيب. بعد ما يطيب نجبدو نديرو الفخوماج كامل فوق هاد ليبولات يجي شغل عش. نعاود نردو يتكغاتينا والكغاتان تاعي راهو واجب ساهل. يلا ساهل جدا وحتى الشكل تاعو جميل، يعني تقدروا تحضروه ما ياخذش الوقت وغير مكلف في نفس الوقت كذلك. غراتا الخضار بالدجاج. يلا مازال عندنا الوقت اللي نقدروا ناخذوا فيه اتصالات، نقدروا كذلك نضربوا. يلا عندنا اتصال راح نقول نضربوا طلع على التعليقات كذلك. الو 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 مساء النور. مساء النور سميه. عام سعيد، كل عام وانتم بخير. كل عام وانت بخير. شكرا لاباس. والله الحمد لله. وانتيا؟ الحمد لله والله راني فرحانه كي نهضر معكم. حبيبتي احنا سعداء اكثر بكم باتصالاتكم. اهلا نبيه وتركي. اهلا بك حبيبتي. وشكم دابا؟ الحمد لله. الحمد لله والله راني فرحانه بزاف. حبيبتي ان شاء الله تقعدي دائما هكا فرحانه، يعني شوفي اول يوم. البرنامج بزاف. تحبي البرنامج؟ ايه. ربي يخليك. والله غير الحمد لله. شوفي ما قالوليش، قالولي سيده من استغالم لكن شكون معنا بك؟ سطيف. الله يبارك. شكون مسطيف معايا؟ ام محمد. ام محمد تحياتنا ليك وكل الصيفيه. اي واش راكم دابا؟ والله غير الحمد لله يا رب في نعمه. ام محمد؟ نعم. يلا كي حشمانة شويه قولي لي، هضري عادي، قولي لي واش كي حابه واش تطلبي واش. والله لاباس الحمد لله، يعني نشوف البرنامج كل يوم. الحمد لله الحمد لله. وكاش ما حبيتي وصفه ربما مازال ما درناهاش؟ انا نحب بزاف لي باتيسري. يلا تحبيهم؟ كانت ديجا حضرت الشيف ناديه وحضروا لي شيف، كنتي شفتي ولا حبيتي يعني هكا نوع معين حبيتي يكون حاضر؟ اه نورمال. نورمال يعني حبيتي نوع اخر هكذا؟ يلا لي باتيسري محاضرين مطلوبين منك شيف نادية، ان شاء الله راح توفي وتعطيكم كل ما راكم حابين. ان شاء الله. ان شاء الله. هذا واش تطلبي ام محمد؟ هذا واش نطلب. يعطيكم الصحه بارك الله فيك. وفيكي بركه حبيبتي. وفيكي بركه. عام سعيد. وعام سعيد اكيد. عام سعيد ليك وكل عائلتك وكل ناس الطيف وكل الجزائريين ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا حبيبتي شكرا. مع السلامه. مع السلامه. سمية ديروا لنا المسكوتشو تاع المقلى.
درنا نسكوت شو تاع الفوغ مليحه تاع المقله كاين ناس ما عندهمش الفوغ يديروه في المقله ان شاء الله تعطيني فكره نديروه كاين بزاف دي غاتو بالمقله ان شاء الله من صح كاين بزاف اللي نديروه في المقله الناس اللي ما عندهمش الفوغ نروحوا يلا نروحوا للتحليه حليه ماتك ان شاء الله امين ايامي وايامك ان شاء الله لهنايا عندي اون كريم نخدم اون كريم ومن بعد نروح نكمل التحليه تاعي واش فيها الكريمه تاعي فيها نص ريتلا حليب زوج صفار تاع بيض زوج صفار ماشي البيض كامل 4 ملاعق مايزينا 4 ملاعق تاع سكر لهنا بعد ما نخدم الكريمه نسحق كاس شانتيي مع كاس غير ربع ماء هادو نطلعهم وحدهم ومن بعد الكناج اللي حنديروا الكريمه تاعي عندي لهنا علبه تاع كريم فريش شوفوا ثقيله ماشي ليكيد علبه وحنسحق لهنا شوكولا الوجدان ذوق بندق وشوكولا نوار لهنا اي ذوق تحبوا ديروه لهذا الكاطو تقدروا ديروه لكن انا نحب الذوق تاع البندق دونك نحب ندير خليط ما بين البندق وشوكولاته السوداء شوكولاته السوداء لا بليبار ما يحبوهاش لكنها مفيده للصحه واش نديروا نديروا الحليب يدفى شويه فوالا ونجيب لهنايا الصفار تاع البيض عفوا فوالا نسحق لهنا الصفار ماشي البيض كامل البيض يخبيوه البياض قلت لكم شحال مختار خبيوه كاين وصفات بزاف به هلا يلا ناخذ اتصال معنا سيد من مدينه القليعه احمد الو الو السلام عليكم ام احمد غلطني يوسف الو 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 السلام عليكم مساء النور واش راكي في الجميع والله الحمد لله عام سعيد عامك اسعد حبيبتي وشراكي لاباس والله غير الحمد لله شوفي قالوا لي احمد من القليعه ومن بعد لا لا صح ماشي غلطه ملابسي واسمه احمد هو اللي هدا الفتره الاولى تحياتنا ليه وعام سعيد ان شاء الله ربي يخليكم بعضاكم الله يسلمك هنونه وشراكم لاباس والله غير الحمد لله يا رب وانتيا لاباس الحمد لله واش رايك في ماديه بخير الحمد لله سؤال عليكم انتيا بخير لاباس الحمد لله الحمد لله فيكم فيكي بركه فيكي بركه والله واش راكم ديروا لاباس الحمد لله يعني انه رانا نديروا لكم شوكم حب الحمد لله يلا كش ما والله غير الحمد لله يعني مع الاتصالات هي لاباس عليها ونجو لها تحيه وربي يوفقها ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يلا كش ما تطلبي الحق انا نحب المقروط تاع المقله وما يستقليش اللي نحب نشوفه يلا ثاني طالب لي مقروط المقله اللي مركي واحد العشره كاع مقروط المقله خلاص راح يكون حاضر ان شاء الله هذا الاسبوع ان شاء الله الا كتب ربي ان شاء الله هذا الاسبوع راح يكون حاضر الا كتب ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ونعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وفيكم تقدمونا وفيكي بارك يا حبيبتي شكرا معليش نقدم اهداء كريم يلا تفضل حبيت نقدم اهدائي لاختي زاهية ولجوزتي ونطلب الشفاء العاجل لجوز اختي طاو مريض شوية ربي يشافيه ان شاء الله يشافي جميع المرضى امين ان شاء الله يا رب ينفد علينا هذا الوباء ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله نقول لكم يعطيكم الصحة يسلمك حبيبتي شكرا لك يسلمك حنونة ربي يقدركم ان شاء الله يا رب يلا مع السلامة وعم سعيد مرة أخرى شكرا الله يسلمك شكرا حسيتك في لحظة كنت شغل تخدمي في البرا شتي في لحظة حسيت الخليط هذا كان صفر لقيته ابيض نبروفيتي نخدم كي تكوني لاديا يلا واش درنا لهنا قلت لهم نص ريتلا حليب 4 ملاعق سكر زوج صفار بيض 4 ملاعق مايزينا هذه كريمه حنخدموها بعد ما نخدموا الكريمه وتبرد نطلعوا كاس شانتيي بكاس غير ربع حليب يكون فريمون بارد امي بتسلم عليك وتقول لك مليني وحده وحده تعرفي هذه بلا ترى حبه حبه انا ما حكمتهاش باش نعاود لهم مع الاتصالات الله غالب اليوم عام جديد لازم نستقبلوا كم هائل من الاتصالات لكن في نفس الوقت الاطباق قلنا درنا نص لتر حليب لتر تاع حليب هنا درنا زوج صفار بيض مع 4 ملاعق سكر مع 4 سكر سكر عادي مش سكر عادي 4 ملاعق سكر مع 4 ملاعق مايزينا 4 تاع السكر و4 تاع مايزينا وزوج صفار فقط تاع البيض ونص لتر حليب تخبي فوالا ها
هذاك شتيني كيفاش هادو ربعه راكي تحطي فيهم مش راكي تخدعي فينا لا لا نتحداهم اي واحد يقول لك ما نجحتليش الوصفه لا ما نجحت معناتها كاين كخلل لكن الوصفه شغل مقادير مضبوطه وناجحه ان شاء الله ان شاء الله باك توصل المعلومه يلا نخلطوا هذا الخليط في نفس الوقت الحليب راه يسخن صافي راح تطلع لي مليح شتيه بياض الخالط مع السكر ومن بعد نزيد المايزينا وميم طون الحليب راهو يدفى يدفى ولا نديرو سخون دافي نورمال يدفى باش نحل شويه هذا الخليط خلو واني نخلط اونتخوت نخلط باش ما يطيبش البيض فوالا نعاود نرجع الحليب هنا ونكمل نخلط الخليط تاعي بعد ما نحل هذه المايزينا نرجعها فوق الحليب ونخليها طيب لي على شكل كريمه خب راح نعاود لهم لكن بعد ما نستقبلوا هذا الاتصال الو الو اختي الو مساء النور مساء الخير سمية كم بيها والله الحمد لله عام سعيد كل عام انتي بخير الله يسلمك تعيشي معك ليليا كمرداس ليليا مرحبا بك وكامل ناس بومرداس الله يسلمك تعيشي مساء الخير سمية عليها والله الحمد لله يا رب مساء الخير اختي نادية طبعا الحمد لله الحمد لله يا ربي حبيت نسقسي باك شيف نادية تفضلي شيف نادية عندي مشكل في المطلع واش به المطلع؟ ما ينجح كل ما نجي راح نطيبو يديني مهدنا يا ما تطلع ليش شغل ما تبرلوش من الخميره مش قالت مع الاخر عاودي لي ما تصبريلوش الخميره هكذا قلتي ايه شغل كل ما خليه يخمر ما خليش انا يا شغل نشوف العشيه راح نطيبو اما لا المشكله هو فيك كل ما نجي نجربو نقولو هكذا كل ما نجي تكونيكتي نسايه شويه باش يطلع شوفي كنت درت وصفة تاع مطلوع غافيد وساهل الا شفتي لو كنتي معانا درناه وصفة سهلة الا عندك كيفاش تعاودي تشوفيها في الصفحة تاعي ولا في اليوتيوب ولا ما عندكش ان شاء الله يقرب رمضان نعاودوها نديرو بها فعاليتو لانه وصفة ناجحة وسهلة تاع المطلوع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعيش اختي نادية اختي سمية اه حبيبتي هذا واش حبيتي؟ دوري برك باش ربي يرزقني الدرية امين ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يرزقك بالدرية عن قريب وتكوني تعلمتي المطلوع وياكلوا المطلوع تاعك ان شاء الله يا رب ان شاء الله حبيبتي شكرا لك شكرا وشكرا على اتصالك يلا ربي يرزقها هي وكل محروم يا رب ربي يرزقه بالدريه الصالحه ان شاء الله ناديه كاين تعليق سالم سميه سقسي لي ناديه شحال 440 غرام بالكاس نسمت بصح واش هو فارينه ولا ما ولا بالك الفارينه الى الفارينه بون الكاس يرفد 150 غرام تسمى زوج كيسان هي قالت 440 ثلاثة كيسان ناقصين هكا شوية 10 غرامات نقص ثلاثة كيسان نقص منهم واحد الملعقة ماشي معمرة ملعقة الكاس شحال يرفد 150 غرام هذا الكاس بالمليلتر يرفد 220 مليلتر الفارينة يرفد 150 غرام يلا حفظيها وانتي شوفي لأنه ما خليتيش التعليق سوا سوا إلى الفارينة ويرفد لها هكا إلى الفارينة يرفد 150 غرام إذا الليكيد حاجة سائلة يرفد حتى 220 هكذا سائلة يرفد 220 فوالا يلا بأي خلفك بلي نحب نبيع يوسف مقبل حنا نادية تمد في الطبق ويقولها نادية كاين واحد الوصفة في الطبق يديروا لها هكذا واش كنت حاب يوسف سمعتوا يهضر طبق ما طبق ما عرفتش ما شغل شغل تكيكه روحي قال لك دوك غلطها ولا كش حاجه واش كنت حاب يوسف شوفي قلبك بعد طات ديروا لها فرماج لا تاع لا فيون داشي و كومبيغ البطاطا محشيه كنا درناها العام اللي فات تحكم الحبات على البطاطا تحفرها وتوجد لها طون مايز اي عفايس تعاود تحشيها دي لها الفخوماج ترميها الفوق تقاتينا هذيك بطاطا التركية اللي يبيعها برا بزاف بنينة هاي في قلبك يوسف يلا شو يوسف يوسف بدون اتصال ما يجعز روحه ما يدير لجنسي ما في لاباسي يدموندي الطبق بطاطا تاع ترك هكذا وي كومبير وسمها كومبير ديري له الكومبير يا اختي نديروها يا اختي عاودوها في خاطر المخرج ربي يحفظها ويحفظكم كامل وتحياتنا للمخرج دار ومرافقنا لنهار اليوم زميلي يوسف تغرمت هكذا ولا تغرمت تغرمت جوست تغرمت عباك علاش حفظت اسمه لانها كاين تغرمت بونسي بجايه بلاصه شابه صح على بها حفظت اسمه اه هاني معوله كل عام نزورها بس
وانا جبتوه جيست على جال هذيك المنطقه اللي نحبها. يلا نعاودوا التحليه للمشعل لاغا البنات. كنت تلاقاونا ديالنا بزاف ما تلاقيناش، هذه هي لكن تلاقينا العام الماضي صح العام اللي فات تلاقينا انا عام ما تلاقيناش. يلا نعاودوا التحليه واش كان فيها. كان عندنا نص لتر تاع حليب درناها تسخن، درناها تسخن نص لتر تاع حليب في كسونة، درنا زوج صفار البيض، ربع مغارف تاع سكر عادي، وربعة مايزينا. خلطنا كامل هذاك الخليط، خلطنا قبل البيض زوج صفار مع ربع مغارف سكر عادي ماشي سكر غلاس او سكر ناعم، السكر العادي. خلطنا حتى بياض هذاك البيض تاعنا، ومن بعد ضفنا له ربع مغارف تاع مايزينا، خلطناهم كامل. بيد ما تفا هذاك الحليب، عفوا ناديه، بيد ما تفا هذاك الحليب ضفناه للخليط وقعدنا نخلطوا فيه حتى تحل، وعاودنا رجعنا للكسرونه حتى سخن وتقال هذاك الخليط. بعد ما تقال جبدناه، درنا له الزبده من الفوق ملعقه فقط باش ما يديرش هذاك الطبقه شغل ينشف لنا. خير فوالا، ونخليه يبرد، لازم يبرد شويه. انا سي بوغ سا حليته في صحن، اللي عندهم الوقت يخلوه يبرد في الفريجيدار، ولا انا نحل فيه باش يقعد لي هكا، عفوا باش يبرد لي هذا الخليط. عندي لهنا كاس كريم شانتيي مع كاس غير ربع حليب نطلعهم. بعد ما نطلعهم نضيفهم لهاد الكريمه باش تجيني خفيفه. خف نطلعهم خلاص. يلا ناخذ اتصال على ما اظن. كاين اتصال معنا. جميله مشلف هكذا. يلا الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء النور. مساء الورد. عام سعيد، كل عام وانت بخير. الله يسلمك عليكم. وناس مشلف بخير. الله يسلمك، الله يحفظك ان شاء الله. شكرا حبيبتي، مرحبا. حسيتكم انتي كمانيتي، ما عندي ما نقول لك. حبيبتي؟ حسيتكم انتي كمانيتي، ما عندي ما نقول لك. عاوزي لي غير هذه، انتي كمانيتي. انتي كمانيتي، ما عندي. ربي يحفظك. نو كوزينتكم شابة، حتى كنقد لكم بين امور. شتي انا باغي نبدلوها كوزينتنا، غير سكتي قبل رمضان ان شاء الله باغي نبدلو كاع كلشي. لا فيكم شباب، وداك القلب راه زايد بالنص كاع تسالني. ربي يحفظك، شكرا لك، شكرا حبيبتي. انتم هايلين زينين الحصه، بحكي لك خلاص حنايا كيشكرونا. انا شفتي نقدم تحياتي كامل لاهل تاعي لاخر مزروقي كيف تمثيلك. الو اهل البيت تاعي كيف لك؟ سافر من الشهري. ان شاء الله كل عام وحنا بخير، وبغيت تدعوا لي ذكريه صالحه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ربي يرزقك ويرزق كل محروم يا رب. ان شاء الله يا ربي، وبغيت تقارب المقروض تاع المقله وتاع سويسرا، وبغيت زعما تقليدي تاع بكري. تاع بكري هذاك اللي انا دايرين زعما بالكوشه وفي المقله في زوج. ان شاء الله يا رب. بالتمر ولا باللوز ولا كيفاش كون حابينه؟ هو بالتمر تقليدي. شفتي هو تقليدي بالتمر، وي هو البنين. هاي والله نشوفو في الكوشه ونشوفو في المقلة بإذن الله. غير هاكم ماذا بيكم زعما تقولوا لنا ونهو النهار اللي تديرو فيه باش نتبعوكم ان شاء الله. نادي قلنا هذا الاسبوع ولا لا؟ ان شاء الله نكتب ربي نسيه. كيف كيف كي نشوفو هذا المباشر ماشي كيما كي نشوفو في اليوتيوب، راكي عارفه. صح صح عرفتي اللي جبتي خير من يوتيوب كاع كاين على بالي. ايوا اللي انتم هايلين بزاف نبغوكم. شكرا يا تومية كاع كاع اللي كيف تم السلمانية ونقول لكم العام انتم حبيبتي. شكرا حبيبتي، شكرا تعيشي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ايوا اكدونا على مقلوب المقلة مع الكوز ريح. ايوا ساي 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 على حسب الحالة، راكي راه جاي البيبي عن قريب ان شاء الله. الله ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي، شكرا لك، شكرا. باي باي. مع السلامة، شكرا، تحيتنا لك وكل عائلة يا رب. سمية انتي سمعي لا عندك تنخيلي. ربي يحفظك ان شاء الله يا رب، ربي يخلينا دائما هكا. شوفي والله غير غير بغي كي نكون مريضة وهكا كون راهم شغل زعما منين داك يقولوا لي شغل مركيها. والله غير شوفي انا مرضى شتي، حنا يعني كبرنا على هذيك الام لما تجيب الدراري نادية يكونوا صغار تدفيهم وتتروليهم وتغطيهم زعما باش ما يضربهمش الريح، ولينا حاجه صغيره نمرضوا. اي بلا ما نطول عليك اختي. ان شاء الله، شكرا حبيبتي، شكرا لك. يش علينا وربي يكثر من الناس اللي يحبوك، ماشي غير واحد لازم كاع يحبوك، كي اللي يحبوه الناس يحبوا ربي. الحمد لله يا ربي، الحمد لله، شكرا شكرا. الله يخليك يا روحكم. مع السلامه حبيبتي، شكرا لك، شكرا. العفو. يلا ناديه.
اليوم دينا لقاء وقتك حبيبتي، سمحي لنا فقط لكن المشاهدين اللي راهم يتابعوا في الوصفه نعاود لكم هكا على السريع. هنا قلت لكم درنا زوج صفار تاع بيض دقيقه برك زوج على السريع باسكو يعني حسب اللي ظلمناهم في هذه الوصفه. بالنسبه لتحليه الشوكولا زوج صفار تاع بيض مع 4 سكر خلطناهم حكا بيضو، ضفنا لهم 4 مغارف تاع مايزينا، 4 مغارف كبار تاع مايزينا، خلطناهم كامل مع بعضهم، درنا على جانب نص لتر تاع حليب كانت سخن. بعد ما سخنت ضفنا على هذاك الخليط عاودنا حليناه، بعد ما حلينا عاودنا رجعناه في الكسرونه حتى تقال هذاك الخليط، بعد ما تقال حطينا كما راكم تشاهدوا في البلا باش يبرد، ودارت له ناديه الزبده من الفوق. هنا راح نطلعوا لا شانتيي بنصف كاس تاع حليب مع كاس تاع شانتيي، كاس غير حليب وكاس شانتيي، كاس غير ربع حليب وكاس تاع شانتيي، كاس غير ربع حليب بارد هكا. فوالا نطلع شانتيي تاعي تاعي ما تحقاش فريمون ثقيله، نزيد لها هذيك الكريمه ونخلطها. نورمالمون الكريمه تبرد مليح لهنا مازالها شويه سخونه شانتيي، شغل حتسيح لنا شويه، لكن معليش انايا لهنا ما كانش الوقت باش تبرد لي قاعد الكريمه. نتوما خلوها تبرد مليح في الفريجيدار، ولا لا درتوها ما حبيتش نديرها لان سخونه كي تكون الفرن يخرج منها صفاقه، لا داروها في الفريجيدار يغطوها برد كيس بلاستيك. ضربيها حط يدك البركة. ماما كي نديرو الشانتيي نزيدو نخلوها تطلع حتى يولي الشكل تاعها شباب. حنا مزروبين مقيدين بالوقت، غدوني نبغي نخليهم هكا. هذا ما كاينش كيفاش، سمحي لي دقيقة. يلا دخلنا هذيك لا شانتيي وخلطنا. الناس اللي ما عندوش باتري يقدروا يعاودوا بلا فوية هكذا نادية. الشانتيي ينضع على ما اظن ما تطلعش بال لا لا شغل صح لازم باتور يسمح حتى ونطلعوها، ماشي كيما حنا هكا زوج دقائق ثلاثه، طلعوها حتى تزيد تخفف احسن. ناخذ هكا بلا يروح للفوق، ماشي لازم هدايا، وندير طبقه تاع الكريمه. هالكريمه خفيفه، التحليه خفيفه وبنينه وسهله كي تشوفي سميه. نديروا طبقه ليسونسيال، نقسم الكريمه على زوج. شفتك ذوبتي شوكولا هكذا؟ علبه تاع كريمه سائله مع 100 غرام شوكولاته بندق، شوكولاته سوداء اي نوع. شوكولا الوجدان. ليسونسيال 200 غرام، حنا درنا شوكولا الوجدان، انا نحب ذوق بندق ويعجبني لا كولور تاع النواغ لانها تكاسي هكا صافي كي ندير خليط. هما في البيت يديروا اي نوع يحبوه تاع شوكولاته، من بالحليب يقدروا يديروها. لهنا واش عندي؟ يجيبوا مادلين اللي يكون فيه شوكولا، ولا يحبوا يخدموا مادلين في الدار شوكولا ويزيدوا لها التحليه، يحبوا يشروا هذوما، انا نحب هذوما منها فيها شوكولا منها خفاف. نحاول نستفهم كامل هكا في الطبق. لهنا هذيك الكريمه سائله درتها سخنت كريم فخاش ماشي ليكيد ايباس، درت علبه الوزن تاعها 200 غرام، سخنتها حتى ولات تغلي. بعد ما سخنتها رميت عليها هذيك شوكولا 200 غرام شوكولاته تذوب. كي ذابت نخليها تريح يبرد شويه، ندير هكا طبقه قلت لكم تاع هذا الكاطو. هاد التحليه بزاف خفيفه وبنينه، سورتو اللي يحبوا شوكو فاني هكا الذوق تاعها روحو رايح يجي بنين. اللي ما يحبش يدير هاد الكاطو شوكولا يدير مادلين فاني، ولا هذوك لي مادلين اللي يتباعوا، ولا هما يخدموا لي مادلين في الدار باش يجيهم يحب يعجز هكا يشري، ولا يديرهم في الدار ولا يديرهم. نزيدو طبقه ثانيه تاع الكريمه. هالا اين انت يا سميه؟ انا هنا لحدا. هالا نزيدو طبقه هكا. يلا قلنا درنا لا كريم اللي كنا حضرناها وقلنا لكم طريقه التحضير تاعها. درنا الطبقه الاولى، بعدها درنا هاد
المادلين اللي بالشوكولا كما قلنا تقدروا تحضروه في البيت او تقدروا هكذا يكون جاهز. انا درت شوكولا، اللي ما يحب شوكولا يقدر يدير الفاني، لكن كما انا نحدي لها شوكولا من فوق لازم ندير لها الحشو تاعها شوكولاته. واش ندير؟ هذاك الكاناج اللي خدمته بالشوكولا والكريمه سائله نديرو من الفوق. بون هو راه شويه سخون، معليش انا نديرو هما في الدار يخلوه ماشي يبرد، لانه كي يبرد راهو رايح يتقال. فوالا حاولي كي يتقال يولي على شكل كريمه. نحاول نفرغ طبقه مليحه، هذيك الكريمه كاع اللي خدمتها نديرها من الفوق، ما يقولوش بزاف لانها بنينه، دونك كي تجي طبقه شويه خشينه تجي بنينه. فوالا نزينها بحبيبات تاع الشوكولا، لكن بعد ما تبرد هذه سويعه برك تشد روحها برك نقدروا نكونسوميو هاد الكيكه، ماشي لازم تبرد ولا تشد روحها. نديروها في الثلاجه لمده الثلاجه فوالا سويعه برك تبرد فقط، انه كلش شغله وطايبي قسمه تشد روحها ونكونسوميو الكيكه تاعنا. طيب هذه يلا هذا هو بالنسبه الى التحليه تاع نهار اليوم. نخرجوا خلاص فاصل ناديه، ما عندك حضرتهم شاف ناديه لنهار اليوم. ناديه يعطيك الصحه على الاطباق تاع نهار اليوم. نحوس كاش اهداء يا اخي، احنا هذا الوقت يبعثوا لنا الاهداءات. معليش نسيناه اليوم نديروا له غدوه ان شاء الله يا ربي. الاطباق تاعنا اليوم خفيفه ظريفه، جازت لهله هذه الحصه، ضحكنا اليوم حتى شبعنا، ربي يجعلها يجعلها ضحكه خير ان شاء الله. التحليه تاع السعاده نسميها تاع سعاده لانه كي تشد روحها تولي تاكلي كريمه ومن بعد كاطو. الشوكولا تعطيك هرمون السعاده فوالا، لانه شوفي شويه تاكلي فاني بعد تلقاي شوكو ومن بعد فاني ومن بعد شوكو، شحال بنينه اليوم ما نخرجش من التحليه تاعنا راهي واجده. التزيين يكون خفيف ظريف، دي بيبي دو شوكولا ولا دي غران دو شوكولا. والكغاتان تاعنا راهو واجد، بعد ما طاب 20-25 دقيقه درت له الفخوماج خليته داب وطفيت له. نقدروا نرافقوه مع روز، نقدروا نرافقوه مع بيغي، انا لا بيغي ما نقدرش لانه فيه بطاطا داخل دي فخيت ولا باش نزكيو هذا الطبق. شكرا سميه، نمدبك اهداء. انا عندي اهداء للحاجه اللي عطاتني هذا الاهداء، سيكي جميله مرزي وبن طاهر اهنيه من عند الحاجه. نقول لهم كل عام وهما بخير، كل عام جزائريين بخير، كل عام ومشاهدينا الاوفياء بخير يا رب. عندي ربما خبر شويه حزين، هذا وين قالوا لي الزملاء انه والد زميلنا المصور محي الدين توفى، نعظم له الاجر، ربي يرحمه ان شاء الله ويجعله من اهل الجنه يا رب. عظم الله اجركم وربي يرزقكم بالصبر ان شاء الله. واكيد كذلك حتى يقولوا بعد ثلاث ايام يعني ما تجوزش التعزيه، لكن معليش خلوني نعزي كذلك المديره تاعنا سلسبيل الفضيل على وفاه جدها والد الوالده، ربي يرحمه ان شاء الله ويكون اخر الاحزان يا رب وربي يجعله من اهل الجنه. ناديه خلاص بون نخرجوا. نمد اهداء العزيز بن سوده، كان دخل القفص الذهبي كما نقولوا حنايا، ربي يجعله بيت عامر ان شاء الله. ونعزي زميلنا محي الدين في وفاه والده، قل له انا لله انا اليه راجعون، عظم الله اجركم، ربي يجعل مثواه الجنه ان شاء الله. شكرا سوميه. شكرا لك حبيبتي، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، تلقاو بكم الغدوه ان شاء الله نفس القناه نفس التوقيت باطباق جديده وصفات جديده. ان شاء الله كامل تبقاو على خير. مره اخرى عام سعيد لكل الجزائريين، كل اوفياء، كل متابعي قناه الشروق، دائما احنا الاصل والباقي تقليد، حب من حب وكره من كره، والسلام.